ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفي القناه بتاعتي، اوعي تنسي تشتركي فيها من الزرار الاحمر اللي تحت، وكمان تفعلي علامه الجرس على علامه الكل عشان يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو جديد. وفيديو النهارده هو مشتريات. بقالي كتير جدا جدا ما صورتش معاكم اي مشتريات، فمشتريات النهارده بتاعت شهر يناير. ويلا بينا نبدا. هنبدا اول حاجه بالارواج الكوري. تمام، الارواج الكوري دول كانوا ستة درجات بس كلهم متقاربين لبعض. انتوا عارفين الكوري يعني الستة كانوا بـ80 جنيه. تمام، فانا هحاول اوريهولكوا. بصوا ده كده اول واحد لونه على بني شوية، وبعد كده ده بصوا هما بالغطيان، يعني بصوا على الغطيان. تمام، وده شكله، ده كده اغمق واحد فيهم تقريبا. وفي ده وفي كمان ده وفي ده. تعالوا بقى اوريكوا شكله من جوه عامل ازاي، يعني بيتفتح كده وهو شايفين، لان هو كله فاضي، الحتة دي بس اللي بيبقى فيها الليكويد او فيها البرودكت ذات نفسه. تمام، تاني حاجة معايا جبتها هي حاجة تقريبا المانية، لان انا شفت الريفيوز اللي عليها الماني فقط. بصوا دي كده ثلاث مخمريات او ثلاثة بالم كده، دي لمنطقة البيكيني. الشكل ده كل واحدة فيهم بريحة مختلفة ويعني ملمس مختلف. تاني واحدة دي المفروض انها للأندر أرم، تمام، بديلة يعني للديودرنت. وتالت حاجة المفروض اللي هي لبالم اللي هي مرطب للشفايف. تمام، التلاتة دول كده مع بعض، هو باكج كده ومربوط من هنا كده. دي كده كان سعرها 65 جنيه. تمام، مش هتلاقوا ريفيوز لناس مصريين عاملين عنها، هتلاقوا بس ريفيوز لأجانب. تمام، انا لقيت كل الأجانب عاملين عنها ريفيوز كتيرة قوي، المصريين مفيش حد مصري ابدا كان عامل عليها يعني. تمام، فما لو بحثتوا عنها مش هتلاقوا ريفيوز كتير، ومش هتلاقوها في اماكن كتير، يعني نادرا لما هتلاقوا حاجة زي كده. تمام، وبعد كده الجل التايلاندي ده الجل اللي هو بتاع إزالة الرؤوس السوداء. ناس كتير جدا قالت عليه ان هو مش كويس، وناس كتير قالت حلو. انا من الناس اللي بحبه جدا، واوريكم محتوياته من جوه عامل ازاي، لانه في منه كوبي على فكرة يا جماعة. بصوا تعرفوا ازاي ان هو كوبي؟ اول حاجة ان العبوة دي من جوه بتكون سايله قوي، ليكويد قوي. تمام، اهو بتكون ليكويد جدا، انما الاصلي بتاعه بيكون ماسك نفسه شويه، بيبقى جل بحيث ان انت تعرفي تفرديه على منطقه الانف او مناطق الرؤوس السوداء وكده. فده رقم واحد يعني لازم تتاكدوا. تاني حاجه ان العبوه بتكون البلاستيك بتاع الماتيريال بتاعته نظيفه، لان طبعا تعرفين الكوبي بيبقى ارخص حاجه، فبيعملوا بماتيريال وحشه، فانتوا هتعرفوا. ده شكل كده الباكج. اهم حاجة بقى انه بيكون معاه كتالوج زي ده، واهم حاجة ان عدد الورق بيكون كتير جدا. الكوبي بيبقى معاه 3-4 اوراق كده، وانتي اصلا ما بتلحقيش يعني تستخدمي المنتج. ثانيا ان ممكن يعمل لك الكوبي حساسية حبوب، انتي هتعرفي، وريحته هتكون يعني حلوة، انما الاصلي ريحته مش حلوة، ريحته كده مش لطيفة يعني، انما الكوبي هتلاقوا ريحته حلوة شوية. فهما اصلا اللي بيعمل حاجه كوبي مش بيعرف اللي هو يغشها، يعني ما بيعرفش ينفذ الحاجه زي ما هي، لازم بيقع في معظم يعني الغلطات اللي بتكون موجوده في المنتج، فاحنا بنعرف طبعا من الكلام ده، يعني بتبقى باينه قوي. تمام، بعد كده يا جماعه تعرفين ان انا مش بستخدم غير الفرشه الخشب، لان الفرشه الخشب مناسبه جدا مع شعري، بتوزع الدهون اللي في فروه شعري على شعري. الشعر الطويل بيحتاج التغذيه، فاحنا الترطيب دايما بيكون لحد الحتة دي، وانا شعري طويل فمحتاج ان انا انزل كل الترطيب اللي هنا على باقي شعري. تمام، فاللي بيعمل لي المهمة دي مشط خشب او فرشة خشب. طبعا شعري مش بيرتاح على مشط الخشب، فالفرشة الخشب هي انسب حاجة. تمام، بشكلها اهو يا جماعة زي ما انتم شايفين، دي يا جماعة جبتها سعرها 50 جنيه. الفرشة الخشب كانت ب30، بعد كده بقت ب35، بعد كده ب50، حاليا انا جبتها ب60 جنيه، بس هي بصراحة تستاهل سعرها، هفضل اجيبها حتى لو بقت ب100 جنيه وب150، لانها هي الوحيدة اللي بتريح شعري وبعرف اسرح شعري بيها. غير كده ما بعرفش خالص اتعامل مع باقي يعني منتجات الشعر، حتى فرشة فك التشابك كويسة بس مش مريحة شعري زي الفرشة الخشب، فهتلاقوني دايما في المشتريات بجيب فرشة خشب. تمام، تعالوا بعد كده نشوف المنتج اللي بعد كده، هو الليب جلوس ده.
ده كوريا يا جماعة. بصوا بينقسم لحتتين، في واحد فيه جليتر ليب جلوس، في جليتر، والتاني ليب جلوس عادي بيديكي تنت او بيديكي لون. تمام، ده كده كان سعره 50 جنيه، برضو شكله لطيف جدا على التسريحة، حلو جدا للعرايس برضو تاخديه معاكي في الشنطة، الحجم بتاعه صغير للشنطة يعني. بصوا شكله، شكله تحفة، يبان لكم ان هما يعني كاملين، انما هو بصوا يعني صغنون جدا، يعني ممكن حتى تفكي دي وتحطيه في جيبك وانتي ماشية يعني، او في جيب السويت شيرت او كده لو انتي من النوع اللي بتحطي ليب جلوس طول الوقت. تمام، واللون بتاعه برضو رهيب. بصوا هو هتلاقوا منه الوان كتير، يعني الحتة دي في منها لبني، في منها بينك، في منها اورنج وكده، بس يعني التنت اللي هيدهولك نفس اللون، فاهمين؟ هيديكي التنت البينك الخفيف ده كترطيب، لا مش بيدي اي ترطيب، هو بيديكي لون بينك بس، بس ملوش اي دعوه بالترطيب. لازم تكوني مرطبه شفايفك قبليه، لان لما حطيته حسيت ان هو بيجفف الشفايف سنه يعني، بالذات في الشتاء، فلازم تكوني مرطبه شفايفك بحاجه تكون عميقه. تمام، بعد كده جبت اللوشن بتاع علاج تساقط الشعر الالماني ده. بصوا يا جماعه هو اللي عايز اسمه يقول لي اكتب له اسمه، تمام، لاني مش عارفه اقرا اسمه، هو الماني فمش هقدر افيدكم. هي ريحته تحفه جدا، كان سعره 300 جنيه، كل الريفيوز برضو اللي انا شفتها عليه كانت المانيه، فما شفتش حد مصري برضو شاريه وعامل عنه ريفيو، شفتش غير بنوته بس واحده، يعني واحده بس كانت على تيك توك جربته وقالت ان هو بيطول الشعر جدا، انما كل الاجانب قالوا ان هو بيطول الشعر جدا، بيعالج تساقط الشعر، بيعالج القشره، بيديكي ريحه حلوه، فالناس عماله تشكر فيه بطريقه فظيعه. سعره عالي حبتين، حجمه 75 مللي، يعني بصوا حجمه صغير جدا على فكره، ما تحسبوش الحته دي، بصوا يعني كميه صغيره جدا على السعر، وانا عارفه ان هو مش هيقعد معايا، مش هيكمل معايا شهر اصلا، لانه لازم تستخدميه كل يوم 6 رشات، يعني بتقسمي شعرك وتحطي 2 هنا 2 هنا 2 هنا، فاهمين؟ تبتدي طبعا تشوفي النتيجة من 3 شهور ل6 شهور. فانا بصراحة متحمسة له جدا، نفسي استمر عليه بس هو نادرا ما بتلاقيه، يعني هو يعني جبته قبل كده، طلبته قبل كده يعني وقالت لي خلاص، المرة دي لقيته بالصدفة، فيا رب الاقيه تاني، لاني متحمسة جدا ان انا اجربه. تمام، اخر حاجة حابة اوريها لكم هي البادي ميست ده، اللي هو البرفيوم الحليبي من دكتور عربي. عايزة اقول لكم ان هو جالي كوبي، يعني انا طلبته والبنوتة بعتتهولي كوبي. بصوا هوريكو عرفت ازاي انه كوبي. اولا العبوه الاصليه زجاج، ثانيا العبوه الاصليه بتكون شكلها من جوه لونه كده محمر، يعني شبه لون الرمان، عارفين مستر الرمان بتاع اللي هي ستيرا باشون ده، المفروض ده يكون نفس اللون، انما رمان بينك ازاي؟ بيبقى على الهدوم جدا، ريحته ما بتثبتش دقيقتين على بعض، ريحته كانك حاطه فروتي برتقان كده، كانك عامله عصير وبتكبي على نفسك، ملوش اي علاقه اصلا بالبرفيوم. فمن الحاجات السيئه جدا، انا كلمت البنوته وحابه ارجعه، لو ما رجعتوش فمامتي هتاخده، بس انا مش هستخدمه خالص. والعبوه بصوا الباكجينج رخيصه جدا يعني، فخلوا بالكم يعني، عشان هو نزل منه كوبي، فكل واحده تخلي بالها من اللي هي بتشتريه، ويعني ممكن ما يكونش هي ليها ذنب ان هي بعتتهولي كوبي، لانها هي بتشتري من حد والحد ده مديهولها كوبي، فاهمين قصدي؟ فخلوا بالكم لازم تكون العبوه من دكتور عربي، البرفيوم الحليبي تكون زجاج. بس كده حلوين، ما تنسوش اللايك والاشتراك، وباي.